خلينا نقرب من الصورة بشكل أكبر ونروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كيمو مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي أمير، كل التحية ليك والمشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بك يا كريم، الجديد عندك إيه؟ كواليس الاستعداد لمباراة بكرة إن شاء الله، اتفضل. كالعادة طبعا يا أمير، يمكن بيختتم النادي الأهلي تدريبه قبل المباراة، كل تدريب طبعا كل مباراة بتكون قبل التدريب 24 ساعة، كل تدريب مسائي كالعادة للدخول في معسكر مغلق. النهاردة التدريب بدأ 4:30، يعني 20 دقيقة كالعادة المفروض التدريب يكون 4، لكن 20 دقيقة كانت محاضرة فنية كالعادة، محاضرة فيديو لمستر ريني فايلر اللي متعود بشكل مستمر يكون في قبل انطلاق المران. 25 دقيقة أو 20 دقيقة بتكون محاضرة فيها كل الأمور اللي حابب يوصلها لعيبة النادي الأهلي، كل نقاط القوة والضعف، التمركزات، كل الأمور الخاصة بالتكتيك، لأن كمان مباراة زي ما أنت اتكلمت أمير، مباراة غاية في الصعوبة، كل المباريات بالنسبة للنادي الأهلي غاية في الصعوبة، لكن مع الترتيب ومع المستوى الجيد اللي بيقدمه الاتحاد السكندري طبعًا مع الكابتن طلعت يوسف اللي بيجيد التكتلات الدفاعية ومحتاجة حلول كبيرة جدًا فنية من الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر، فإن شاء الله بإذن الله يعني تكون المباراة من نصيب النادي الأهلي. شخصية النادي الأهلي المعروفة، النادي الأهلي هو هدف واحد يا أمير في كل المباريات وهو الثلاث نقاط والانتصار، فده اللي احنا اكيد يعني في كل مباراه وبكل تدريبات بنشوفها، بس ده بنلمسه مع اللعيبه مع التدريبات مع الالتحامات القويه والروح الكبيره جدا اللي جوه اللاعبين. التحامات بتكون قويه لكن في حفاظ كبير جدا على كل اللاعبين، انكار الذات يا امير كمان في التدريبات واضح بشكل كبير جدا، الهدف واحد زي ما بناكد لكل اللعيبه، ما فيش حد عايز يكون متواجد بصفه مستمره، الكل هيكون متواجد، بناكد على دي المعلومه وبناكد على دي النقطه لان مباريات كتيره والمباريات كمان ورا بعض، يعني كل مباراه بتكون ثلاث ايام مباراه ثلاث ايام مباراه، فالامر بالنسبه للعيبه هيكون في لود كبير جدا عليهم، لكن مع الريكفري الكبير مستلزم مصريين طبعا مخطط الاحمال اللي بيقوم بدور كبير جدا في التاهيل والريكفري للاعبين، فان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون جاهزه بشكل كبير لمباراه الاتحاد السكندري. النهارده التدريب يا امير طبعا الجزء الاول كان 15 دقيقه بدني والجزء الثاني بالكامل تكتيك وتمركزات وعرضيات كروسات شوتنج على المرمى كرات ثابته، يمكن التدريب شغال حتى هذه اللحظه يا امير، لكن في يمكن اللي احنا شفناه من بدايه المران كده، انا شفت رامي ربيعه يعني مش لابس الستارز او مش لابس فلات طبعا في رجليه وعقب التاهيل مباشره يمكن دخل على الجيم، فمن الواضح ان رامي ربيعه لن يكون متواجد في القائمه، احنا في انتظار طبعا خروج القائمه، لكن بالشكل العام امير اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب يعني ما شاركش فيه التدريبات الجماعيه بالكامل، وامس امبارح كمان لم يشارك التدريبات الجماعيه كده، يبقى رامي خلاص بنسبه كبيره بره المباراه دي. من الواضح يعني يعني حتى هذه اللحظه الواضح اللي امامنا والمشهد اللي امامنا كده، الكل طبعا بقى بالنسبه لمحمد مطلي جاهز بشكل كبير جدا، ديانج النهارده طمنا عليه من طبيب النادي الاهلي كويس، سمعنا طبعا والالام البسيطه جاهز، عمرو السوليه اللي بيبقى على جاهزيته بشكل كبير، يعني طبعا هي حاله الاعاقه صعبه شويه على عمرو السوليه، لكن حتى هذه اللحظه متواجد وبيؤدي بشكل كبير جدا وفرصته كبيره جدا ان شاء الله ان يكون متواجد. احمد فتحي ايضا كمان بيأدي بشكل طيب جدا النهارده، الورم راح بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه في شغل اتبذل معاه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، لان كان في رشح بسيط على الركبه كده اثر عليه شويه الايام الماضيه، لكن النهارده الحمد لله اطمنا عليه. الكل بقى امير متواجد بقى، يعني كل اللعيبه بالكامل اللي متواجده بتأدي التدريبات بكل قوه. النهارده الفصل اللي اكيد بيقوم بيه الجهاز الفني صباحا بيكون في تدريب لكل اللعيبه المستبعده او كل اللعيبه اللي مش هتشارك في المباراه، فرض المناخ الطيب او فرض المزيد من التركيز من الجهاز الفني ده امر مهم جدا. صباحا كان في طبعا عمر حمدي وصالح محسن وصالح جمعه وحسين السيد ومحمود كهربا كمان، البرنامج الموضوع ليه النهارده كان بيتدرب ايضا صباحا مع كل اللاعبين. الحمد لله امير يعني الحاله مطمئنه، الحاله المعنويه للعيبه مرتفعه بشكل كبير، يعني تمنياتنا بقى ان شاء الله غدا تكون التوفيق مع النادي الاهلي، الظروف كلها تكون معانا، التحكيم ناخد حقنا بلغه الكوره، وباذن الله ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي امير. ان شاء الله باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا ومستنيين منك طبعا القائمه اول ما تخرج باذن الله تعالى، قائمه مباراه الغد، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.